بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي الفرق بين الآية القرآنية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، والآية صراط الذين أنعمت عليهم، وكيف أضاف الصراط إليه سبحانه مرة وإلى عباده المؤمنين مرة ثانية؟ أرجو أن توضحوا لنا ذلك مرة ثانية، أفادكم الله. نعم، الله جل وعلا أضاف الصراط إليه، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أضافه إليه جل وعلا لأنه هو الذي أوجده وأنزله، هو الذي أوجد الصراط وأنزله، ولأنه يوصل إليه سبحانه وتعالى فهو صراطه، أي الطريق الموصل إليه، وأضافه إلى عباده صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم هم الذين يسيرون عليه، عباده الصالحون أضافه إليهم لأنهم يسيرون عليه، بخلاف أهل الضلال فإنهم لا يسيرون على صراط الله، وإنما يسيرون على السبل المنحرفة التي تدعو إليها شياطين الإنس والجن.